وإيش وإيش هي الأساليب المثلى لحماية حساباتنا على منصات التواصل وحماية هويتنا وخصوصيتنا، ومن ضمنهم الناس المقربين منا، والخطوات العملية اللي ممكن ناخذها في هذا السياق. ابتداء من اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى، رصد مركز حملة ولحد اليوم أكثر من 19,000 محتوى محرض، تغريدة محرضة باللغة العبرية على منصة إكس أو تويتر سابقا، غرقت المنصة التواصل الاجتماعي بخطاب كراهية وعنف وتحريض بأخبار كاذبة وغير حقيقية، وبعدها عم بتزيد لحد اليوم. احنا رصدنا انواع مختلفة من محتوى الضار، 50% منها كان كراهية وتحريض و30% ادعاءات مضللة وكاذبة. بالإضافة لهيك تم عندنا تحويل حوالي 360 أو أكثر توجه لانتهاكات مختلفة من منصات التواصل الاجتماعي، وفريق حملة بعده عم بيشتغل لا توجيهها لمنصات التواصل الاجتماعي وإزالة التقييد أو إرجاع أو إزالة المحتوى التحريض الموجود. في ظل هذا الكم من خطاب الكراهية والتحريض اللي موجود على المنصات اليوم، وفي ظل المخاطر المتصاعدة ضد شبابنا وناشطينا، بنشدد بمركز حملة على أهمية التبليغ إذا صار وشفتوا أي خطاب تحريضي. رجاء أن تبلغوا عن هاي الحالات، التبليغ كتير مهم للتوثيق وللرصد وللتخفيف من حدة الأخبار الكاذبة والمضللة، ودعم ومناصرة رواية شعبنا. شكرا لكم كمان مرة. بدي أرحب بالحضور معنا بضيوفنا المتحدثين. رح أعرف عنهم بشكل جدا مختصر، وأطلب منهم كل حد فيهم يعرف عن نفسه بالطريقة اللي بفضلها. المتحدثين الثلاثة رح يكونوا معنا اليوم يطرحوا مواضيع مخصصة للتعامل مع الأزمة، منها إحنا كيف نحمي حساباتنا، كلمات المرور، إلى السيطرة على الجهاز عن بعد وحذف المحتوى عن بعد. بدي أبلش بشكيب الجابري. مرحبا شكيب، ناشط وخبير أمان رقمي لمؤسسات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 10 سنوات. معنا كمان أحمد بكر. أحمد بكر خبير في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، ومعنا ضياء، هو مستشار أمن سيبراني مقيم في مدريد. رح نبلش اليوم مع أحمد. أحمد رح يبلش معنا بإنه يحكي عن معالجة اللغة الطبيعية أو Natural Language Processes، وبعديها عن الاتصالات المشفرة على الإنترنت. تفضل أحمد، إذا ممكن بس تعرف عن حالك بشكل قصير قبل ما تبلش. شكراً. يسعد مساكم. أنا أحمد بكر، شغال بالأمان الرقمي من 12 سنة تقريبا، وإدارة مخاطر الأمان الرقمي في المؤسسات والشركات. مثل ما حكت مروة، بدنا نبلش نحكي عن معالجة اللغات الطبيعية أو الناتشرال لانجوج بروسيسنج في السوشيال ميديا حاليا، لأنه تلاحظ كثير قاعد بصير حملة على الحسابات الفلسطينية بتم إغلاقها. يعني آخر اليوم الفيسبوك أعلن أنه أغلق 80,000 حساب على الفيسبوك اللي نشروا بمواضيع تتعلق بالحرب الأخيرة اللي بتصير حاليا على أهلنا بغزة. معالجة اللغات الطبيعية بدها تناولها من شقين، من شق النشر أنا كأفراد هون، كيف بنشر المواد، ايش اللي بنشره، وكيف بيعمل لي ديتكشن الفيسبوك انستغرام تويتر او اي سوشيال ميديا ثانيه. والشق الثاني اللي بدي استخدمه اللي بدي اتطرق له هو المراقبه، كيف الاحتلال بيتم براقبنا من خلال استخدام الناتشرال لانجويج بروسيسنج كمان. هلا بالنسبه للشق الاول اللي هو محاربه المحتوى الفلسطيني والحسابات اللي بتحكي عن القضية أو عن أحداث الحرب وعن المجازر اللي بتصير. كنا بنعرف أنه في الآونة الأخيرة صار يغير أحرف، صار الناس يغيروا أحرف، يزيدوا أحرف أو يحطوا حرف بالإنجليزي أو يحطوا رقم مشان يتفادوا هذه الديتكشنز اللي بتصير. هلا المشكلة أنه
هذا الذكاء الصناعي، فهو مع الوقت بتدرب كمان على المواد اللي بتنتشر، فبصير يعمل ديتكشن كمان للأشياء الجديدة اللي بتكتبها أنت. فبدك تضطر في هذه الحالة مشان تواجه هذا الموضوع، بدك تجد طريقة ثانية في تغيير الكلمات والتلاعب معها. ممكن تستخدم أحرف أرقام أو قلب الكلمة بالعكس تنكتب، تستخدم أحرف من لغات ثانية، مثلا الأحرف اللي بتستخدم مثلا في اللغة الروسية إذا في حدا بيعرف يقرأها، مثلا بدك تستخدم أرقام مختلفة. بدك تتحاول هذه المشكلة، بدك تصفي، بدك تحاول كل فترة معينة تبتكر وسيلة جديدة. الإشي الثاني أنه كمان بيعمل اليوم مطور التكنولوجيا الذكاء الصناعي أنه صفى كمان بيقدر يحلل محتوى الصور، فهذه البرايفسي بدك تكون حذر مشانها. بدك تلاقي مثلا في الصور ممكن بدك تضطر تغبش على مناطق معينة بالصور، بدك تغبش على كلمات، ممكن تضيف شيء كمان على الصورة. اوكي، بيعمل صعب انه الديتكشنز إلها، بس بضل المحتوى الأصلي اللي لك بالصورة موجود. هذه من ناحية كيف السوشيال ميديا بتتعامل معنا، كيف ممكن إحنا قدر الإمكان نحاول نوصل رسالتنا وبنفس الوقت نقلل الريسك على حساباتنا. الإشي الثاني اللي هو المهم واللي بشكل خطر علينا بهذه الفترة اللي هو مراقبته، يعني بشكل خطر عليك جسدي كفرد، أنت ممكن تتعرض لاعتقال من خلاله، هو المراقبة اللي بتصير على السوشيال ميديا من الاحتلال. الاحتلال بيستخدم برمجيات ذكاء اصطناعي بتراقب كل محتوى السوشيال ميديا اللي بنتشر، خصوصا المحتوى العام اللي احنا بننشره، نفس آلية كيف الفيسبوك بيعمل ديتكشن لمواد معينة. الاحتلال نفس الفكرة، بيستخدمها بأكثر من ناحية، من ناحية ديتكشنز لكلمات معينة أنه هذا الشخص ممكن بحرض، في عنده تحريض، في عنده دعوات لقتل أو دعوات لاعتداءات، هذا شخص بنشر عن معلومات مش لازم ينشرها عن أماكن، عن حدا ثاني. فهذا بيعملها ديتكشن على طول عند الاحتلال وتبين عندهم في الحسابات العامة. الإشي الثاني اللي كمان بيستخدمه الاحتلال بهذا الموضوع أنه بدرس النمط العام للتوجه عندنا قاعدين كشعب، بحلل هذه البيانات الموجودة، المنشورات سواء على السوشيال ميديا أو على مقالات الأخبار أو على منتديات على الإنترنت، فبحللها بشوف التوجه العام لوين الأمور بدها تروح، فبيبني عليها، بناء عليها بيبني سياسات معينة عندهم أو خطط للتعامل مع هذا الموضوع. هل أنا كفرد كيف بدي أحمي حالي من هذه الناحية؟ يعني بعرف انه في هذه الظروف، يعني في حالات الحرب او إشي، انت الهدفك تنشر توصل رسالتك للعالم، يعني بدك تنشر تشوف للناس اللي مش عندك، يعني انت ما بتكون رسالتك موجهة لاصحابك اللي عايشين معك في نفس الحالة، يعني فهي بدها تكون للناس الخارجيين، الناس اللي مش عندك، الناس اللي ما بتعرفهم، اللي ممكن يوصلوا لحسابك بطريقة او اخرى. للأسف الشديد ممكن نتعامل ونقلل هذا الخطر هو طريقة واحدة، يعني نحول المشروعات تبعتي من بابليك لبرايفت، أعمل البرايفسي بريفرنس أعدلهم أنه ما حدا يكون عليهم أكسس من برا. هي هذا الموضوع بشكل مختصر كيف الناتشرال لانجويج بروسيسنج بتتعامل، ممكن احنا بشكل علينا كفلسطينيين بالذات خطر حذف حساباتنا، وخطر من ناحية أنه تعرضنا لاعتقال أو اعتداءات من قبل أفراد مستوطنين أو الاعتداءات أو اعتقالات من الاحتلال نفسه. حابة أسألك شغلة يا أحمد، أنت حكيت كثير نصائح للناس يعني مهمة وممكن يتفادوها، ممكن يتفادوا معالجة اللغة الطبيعية والجوريثمات منصات التواصل، خلينا نقول إذا غيروا شوي بإعدادات الخصوصية تبعتهم على منصات التواصل بس. ولكن في حال كان الهدف زي ما كمان انت ذكرت قبل شوي هو اكثر مناصره واكثر الحكي لناس بريت الحلقات المعروفه وبريت الحلقات المصغره، او اذا كان خطاب باللغه الانجليزيه اللي موجه اكثر للعالم الغربي او معمول عشان يكون مفتوح. شو توصياتك ونصائحك انت خلال هذا النشر؟ هل مثلا انه ما يستخدموا صورهم بالبروفايلات يمكن مش الاسم الكامل،
أو إيش في إجراءات أمان وخصوصية للناس اللي بالعكس بدها تحكي أكثر للحلقات الواسعة وللشرائح اللي برا، وبرغم من هيك تحافظ على خصوصيتها. هلا هون بدنا ننتقل على مرحلة ثانية. يعني صراحة إخفاء الصور للأسف الشديد أو تغيير الاسم ما بخفي أنا من وين يعني من وين بفتح الإنترنت أو هويتي أصلا. يعني في الآخر في شيء اسمه الأي بي أدرس، بسهولة بنعمل له تراكنج، أو حتى ممكن إذا بهذا الوضع وتعاون السوشيال شبكات التواصل الاجتماعي مع إسرائيل بهذا الموضوع بسهولة بتوفر لهم المعلومات اللي ممكن يطلبوها، خصوصا في الظرف الحالي اللي احنا عايشين فيه. فبسهولة بيقدر يحصل على الاي بي تاعك، ومن خلال الاي بي تاعك بيقدر يعرف مين انت. يعني بالاخر هم تقريبا كل بياناتنا اللي هون، يعني احنا في الضفة كل بياناتنا عندهم بصورة أو أخرى، والأشخاص اللي بالداخل هم برضو كمان واقع الحال عندهم أكسس على هذه البيانات. فهون بدك تحاول تصعب الأمور، اللي هو بدك تستخدم وسائل تواصل آمنة في هذا المجال، اللي هو ممكن تستخدم في بي ان، ممكن تستخدم تور بدرجة أقل لتعقيد عملية الحصول على الاي بي تبعك. من خلال في بي ان في أدوات معينة، مش أي في بي ان أنا بقدر بستخدمه. يعني احنا بننصح بالعادة نستخدم تور في بي ان، أو ذا بروتون عفوا بروتون في بي ان، وكمان بروتون ميل. يعني بيكون في عندكم ميل للبروتون وبروتون في بي ان. واذا بدك تستخدم بروتون في بي ان بدك تستخدم تور. تور مشكلته هي انه ممكن كثير بطيء نوعا ما، وكمان ممكن ما يدخل على حسابات السوشيال ميديا تاعونك، يعني بيكون في عليه بلوك نوعا ما. فهذه الطريقة الوحيدة عشان أنا أقدر أنشر بابليك، أوصل للعالم في وقت وفي نفس الوقت أخفي هويتي عن الناس اللي بدها تحاول تتبعني. يعني إذا شايل الصورة وحاطط صورة فيك وحاطط اسم وهمي بس بنشر، وعندي متابعين كثير يعني لهذا الحساب. المايك. شكرا أحمد، أنا عارف إنه عندك هيك كتير أشياء حابب تحكينا عنها، بس كمان طلع كمان سؤال فيه إذا بنشارك فيديو كمان ممكن تتم ملاحقتنا ولا حسب مضمون الفيديو. يعني هون بفكر أنا ممكن نتطرق شوية صغيرة لموضوع الميتا داتا، بس كمان أكيد هو الموضوع مضمون الفيديو أعتقد. إذا بتحب تجاوب قبل ما نكمل على سؤال إيمان الثاني. يسلم. على نفس السؤال، هل الايمان تبع الفيديو ولا اتبع الفيديو. نعم هلا مش فاهم بالضبط ايش قصده مشاركة الفيديو. هل الفيديو بشكل عام ولا فيديو له هدف معين؟ هلا الفيديو كمان بنعمل له ديتكشنز، يعني بقدر احلل محتواه. تمام. فاذا في شيء ممكن يكون سبب انه يتم ملاحقتك، فبخلاله بيتم الملاحقة كمان. يعني بيعتبره مثل النص، مثل الصورة، مثل الصوت. شكرا، تفضل تقدر تكمل إيش كنت بدك تكمل. أنا كنت يعني اللي حكيته هي يعني الوسيلة المثلى لآخر شيء اللي كنت أحكي فيه، هي الوسيلة المثلى ممكن أنا أنشر براحتي ومع نفس الوقت أقلل فرصة التتبع لي. في كمان طرق ثانية يعني بتكون مكلفة نوعا ما، معقدة شوي، يعني ممكن تحس فيها تعقيد. ممكن تجيب شريحة مش مسجلة باسم حدا، والتليفون مستخدم بس لهذه الشريحة، ما استخدمته لأي شريحة ثانية. هذه من الوسائل مثلا بتفتح من خلالها انترنت وتعمل حساب وهمي، هذه بتقلل كثير انه برضو كمان تتبعك. بس يعني مش كل الناس ممكن تقدر تعملها، لانها في يعني حد مش الكل بيقدر يتبع، يعني مثلا يتكلف انه يشتري تليفون جديد. فبتروح على السولوشن الارخص اللي هو الفي بي ان، واستخدم من الشبكات العامة انشر. يعني ما اكون مثلا من ابعد عن شبكه الشغل اللي انا شغال فيه، ابعد عن شبكه البيت، ابعد عن شبكه الجيران، اروح على شبكه عامه استخدم في بي ان فيها واتصل من خلالها وانشر اللي بدي اياه. شكرا أحمد، أكيد بدون أي شك. بدي أسأل
أحسن شوي. طيب احنا بنكمل معاكم يا جماعة، رجاء اللي بحاجة يسأل أي سؤال يكتبهن على قسم الأسئلة أو على قسم الشات، وأنا رح أصير أخذ الأسئلة بناء على الجزئية اللي فيها عم نحكي هون مع المشاركين. أحمد بتحب تكمل ولا بتحب ننتقل لشيء ثاني؟ أنا بس كنت عم بشوف الأسئلة الموجودة عندنا. بتتطرق لكمان جزئية مهمة. احنا في كثير بتم تعرضوا لاعتقال او خطر او بياناتهم بتم اعتراضها باستخدام وسائل كمان اتصال مش آمنة، يعني ممكن يستخدم يتصل من خلال التليفون يحكي كلمة بتكون ما لهاش علاقة يعني، بس كلمة بتم مراقبتها، وهذه بشكل يعني هي من الكلمات مثلا اللي بشكل بوتنشال انه في هذا الشخص ممكن يعمل إشي. تمام، ممكن انا برسل بيانات وملفات صوت او فيديو او صور لقضايا حساسة باستخدام تطبيقات غير آمنة مثلا، مش مشفرة انتو انت انكريبشن مثلا. كمان شغلة ممكن استخدم برسل رسائل او ملفات او شيء تم اعتقالي من شاف التليفون، اخذوا التليفون مني بلاقوا هذه الرسائل لساتها موجوده على تطبيقات مثل الواتساب مثل التليجرام مثل الفيسبوك مثل الانستغرام. تمام، فمشان اتفادى هذه المشكله اول شيء بفضل يعني النصيحه دائما يتم استخدام تطبيق سيجنال للمراسله او المكالمات التليفون، استخدم تطبيق سيجنال. كمان افعل عليه اذا برسل ملفات او بتحدث مع حدا برسل فيه ملفات حساسه او صور او اي شيء بفضح الاحتلال بس ممكن يجرمني في نفس الوقت او يعمل لي مشكله، استخدم خاصيه الحذف التلقائي. يعني في عنده في خاصيه حذف التلقائي بفعلها على تطبيق سيجنال، الرساله بتنحذف بعد ما توصل للشخص الثاني، ممكن تحددها بعد ثاني لحد ساعات معينه. ثاني إشي لأنه مشفر انتو انت انكريبشن غير التليجرام. التليجرام مثلا بيحكوا لك تطبيق آمن بس التليجرام افتراضيا مش مشفر انتو انت انكريبشن. الواتساب أسوأهم، الواتساب بالآخر عندهم سيرفرات بيخزنوا كل إشي بتبعته زيه زي الفيسبوك زيه زي الانستغرام عند ميتا، فهذه ممكن يعني الأشياء اللي بترسلها ممكن يتم مشاركتها أو مشاركتها إذا تم طلبها. يعني سيجنال بميزه أنه ما في سيرفرات عندهم بتخزن هذه الأشياء، اللي هو التخزين بصفي على الأجهزة الطرفية أو الجهاز المرسل والجهاز المستقبل. بالنسبة للتليجرام حكينا انه مشكلته انه ما بيكون في مشكلتين بالتليجرام. اول مشكلة انه التليجرام ما في انتو انت انكريبشن، تمام، مفعل تلقائيا، فيعني اذا انت ما فعلته لحالك ممكن يتم اعتراض الرسائل او المحتوى اللي بترسله بتترسل فيه من خلاله. الشغل الثاني هو مثله مثل الواتساب، عنده سيرفر، عندهم سيرفر بيخزن معلوماتك، عنده بيخزن الكونتنت اللي بتشاركه اللي بترسله لفترة معينة ما بنعرف احنا، يعني في الاخر هذه هم بيحكوا لك لفترة معينة بس انت بالاخر ما عندك ضمانة. فهذه المشكلة، الناس اللي عندهم برايفسي كونسيرنز ما بحبوا يكون عندهم الاشياء اللي مخزنة، هذه برضو بتكون ممكن تكون عندهم تكون لهم مشكلة. هلا بالنسبة للزوم آمن او جوجل، يعني هو زوم يفضل يعني آمن أكثر من جوجل من ناحية، أو خلينا نحكي برايفسي من ناحية برايفسي وايز هو أفضل من جوجل أول على الأخير. وكمان من ناحية سيكوريتي يعني الزوم صراحة مش كثير فرق بده يكون بينه وبين جوجل، خصوصا أن الزوم كزوم يعني زوم بتفوق أكثر بنسبة أكبر شوي، لأنه زوم في بداياته إذا بتذكروا كان في
كثير باجز، فهذا كان نعمل عليهم ريفيجن، نعمل عليهم اوديتنج، نعمل عليهم سكيورتي بنتريشن تيستينج. فالزوم كان من ناحيه سكيورتي عملوا له انهانسمنت اكثر، فهذه بتعطيه افضليه. شكرا شكرا أحمد. في سؤال أخير إذا ممكن بس نتطرق له بدقيقة قبل ما ننتقل للقسم الثاني، هو كل ما يتعلق في سؤال عن إبعاد جهاز التليفون عن المكالمات. هذا السؤال إذا ممكن نتعلقهم في كل، خليني أحكي، إجراءات الخصوصية اللي ممكن نتخذها بسرعة على التليفون، منها تسكير اللوكيشن، تسكير الميكروفون، والأشياء اللي ممكن تعرض أحاديثنا الجانبية لتنصت أو لخطر التسرب أو المشاركة مع أطراف ما بدنا إياها. خلينا عفوا، بس التدخل سريع نعم وبعتذر عن المقاطعة. هذه نصيحة جدية، وبصراحة بنستحي من حالنا لما نقدمها للأشخاص، نحن الخبراء بالأمن الرقمي. ولكن لما تكونوا بغرفة وفي عندكم شيء سري بدكم تحكوه، كل الأجهزة طفوها وارجعوا دوروها. بعرف انه هي نكتة بعالم صيانة وامن الاجهزة انه طفيه وارجع دوره، ولكن لاسباب تقنية مش حفوت فيها هلا. اكثر نصيحة فعالة بخصوص التنصت هي طفيه وارجع دوره. شكرا شكرا كثير شكيب. بالضبط شكيب، يعني كمان استخدام هيدفونز سلكي كمان يعني بيكون أفضل، يعني من إنك كمان تستخدم هيدفون بلوتوث. دائما السلكي بيكون يعني بعيد عن وسائل التنصت أو التشويش. شكرا ضياء، شكرا شكيب. أحمد بتحب تعلق؟ بالنسبة للسؤال الإيمان الأخير، يعني مثل ما حكى شكيب، وبالعادة يعني يفضل أنه دائما نبعد جهاز التليفون. يعني إذا أنت عامل البرايفسي ممكن يكون في، إذا أنت حدا مستهدف ممكن يكون مستخدمين عليك تروجان معين بتجاوب، بستغل باكس معين بتتجاوز كل هذا البرايفسي اللي أنت عامله على التليفون. فيعني دائما الحذر أنه أخليه بعيد عني قدر الإمكان، يعني أطفيه وأحطه بمحل ثاني لصوته ما يقدر يوصل. شكرا شكرا أحمد. في يعني بعض الأسئلة اللي عم تجينا كمان هي لها علاقة بأبليكيشنز أو خليني أحكي تطبيقات المراسلة أو تطبيقات معينة. بدي أحكي بس إنه إحنا عم نجهز إمرجنسي مانيوال له علاقة بالأمان الرقمي وله علاقة بكيفية النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ورح نبعته لكل اللي سجلوا بهاي الورشة. جيتسي ميت هيك بتنكتب فيه. احنا رح ننصح باهم الادوات ورح نحط روابط مباشره لتنزيلها، ورح نكتب اغلب النصائح اللي وردت في هذا الاجتماع. شكرا لكم، شكرا كثير احمد. رح ننتقل هلا لعند شكيب. شكيب تفضل اذا ممكن يتعرف عن حالك. شكيب رح يحكي لكم شوي صغيرة عن خصائص كلمات المرور، بس رح ننتقل بسرعة للمصادقة الثنائية L2FA، يعني كيف نفعلها وليش هي لازم تكون موجودة على أجهزتنا وشو علاقتها المباشرة بكل إشي عم بيصير اليوم وكيف ممكن من خلالها نحمي خصوصيتنا. شكرا لك شكيب، تفضل. تمام، شكرا مروة. أنا شكيب الجابري، مدرب و ناشط بمجال الأمن الرقمي والحقوق الرقمية مدة تقريبا بين 10 سنين. شغلي كان مركز أولا على شركات ومنظمات وصحفيات، صحفيين مستقلين، كان وزعت على ناشطين وكذلك. طبعا عملي بالعالم العربي، وهلأ كمبيوتري ما عم بخليني أطبع بالعربي. اوكي، فطبعا نحن عملنا هذا، حضرنا هاي الجلسه، وحامل مشكورين، مروه مشكوره على على التحضير السريع.
هذا اللي عم نقدمه هلا. اذا في عندكم اي اسئله بليز بالتشات. ما رأيت كم كلمه وراح نزيد عليهم بخصوص اهميه كلمات المرور وخصائص كلمات المرور، بتصور كلكم سامعين فيها، وبتمنى انه ما يكون حكي جديد على اي حدا، ولكن في ضروره انه نرجع ناكد عليها. اكيد سامعين ب انه password complexity requirements بنسميها بالانجليزي، اللي هي انه لازم تكون الباسورد تكون معقده، غير شخصيه، طويله، لا تعتمد على اشياء مربوطة مباشرة بحياتنا. وفيني قلكم انه لهلا بعدنا بتصادف نلتقي عالم مستخدمين باسورد 1 2 3، او ابني الاكبر 82، ابني الاصغر 84، وكذلك. فاهم شيء انه الكلمات تكون معقده، خصوصا انه نحن هلا عم نوصل للكمبيوترات الى قوه عملاقه جباره، وممكن استخدام الكمبيوترات ل يعني الوصول لكلمه السر عبر محاولات، كل المحاولات الموجوده نجربها. الكلمه لما نقول انه طويله عم نقول يعني أفضل 16 حرف لا أقل. وبرجع بكرر إنه نبتعد عن المعلومات الخاصة. لما أقول إنه نبتعد عن المعلومات الخاصة، الأشياء اللي بتنربط فينا مباشرة، طبعاً ممكن الاستناد إلى حادثة ما حدا بيعرف فيها صار فيها بحياتنا أو هيك، ونعدل عليها. هلأ كلمات المرور هي تعتبر عامل أمان، وأكيد سامعين بالمصادقة الثنائية أو المصادقة المتعددة العوامل multi-factor authentication أو two-factor authentication. أوكي، ما عندنا تشات فمش هسأل، ولكن فالباسورد أو كلمة المرور تعتبر عامل أمان، ولما نقول إنه متعددة العوامل المقصود فيها إنه في كذا عامل للأمان إضافة لكلمة المرور. العوامل الثنائية أو الثلاثية ممكن تكون الرسالة النصية القصيرة SMS، اللي فيني أقول أنه غير لا تعتبر آمنة، خصوصا بحالتكم، بما أنه شركات التواصل وشركات جوال هي منا شركات خاصة مقيدة بقوانين دولية، ولكن كل شيء عم بمر عبر الشبكات الفلسطينية، عم بتمر عبر شبكات الاحتلال أولا. والرسائل النصية ممكن اصطيادة، يعني إذا فعلياً المصادقة الثنائية عبر الرسالة النصية القصيرة SMS، وحدا قدر يعرف الباسورد، كتير سهل ممكن اصطياد الاس ام اس قبل ما يوصل على تليفونكم واستخدامه لفك العامل الثاني. العوامل الثانية هي طبعا هي كتير اكتر من هدول الثلاث الموجودين، ولكن هدول المتاحين للمستخدم العام. تطبيق المصادقة اكيد سامعين بجوجل اوثنتيكيتور، ممكن في مايكروسوفت اوثنتيكيتور اللي انا شخصيا بنصح فيه، وفي تطبيق اوثي. وهلا رح يعني لما نفوت بعمق شوي اكثر، نصيحه اللي بعطيها هي الابتعاد عن الجوجل اوثنتيكيتور،
هلا بنفوت بالتفاصيل. العامل الثالث اللي هو أكثر شيء أمانا بهاي الحالة بين هدول المعروضين هون هو المفتاح، وهذا المفتاح هو مثل مفتاح البيت. هو أنا بستخدمه، أنا شخصيا بستخدمه. المفتاح يعني غير ممكن اصطياده، غير ممكن نشل جهاز الهاتف واستخدامه، ولكن طبعا إذا ضاع فتنا بالحيطان، وطبعا كمان صعب توصيله لكم بهالوقت. فنحن في نقول عاملين بمجال الأمن الرقمي بالشرق الأوسط، ما فيني أحكي عن الكل، ولكن باجتماع صارت وندوات صارت تم التوحد على أنه تطبيق الأوثنتيكيتر آب هو أكثر شيء ممكن موجود حاليا، أكثر شيء متاح، أكثر شيء أمان. بنلاقي أنه هو يعني أكثر شيء ممكن ننصح باستخدامه. مثل ما حكيت الجوجل أوثنتيكيتر هو أكثر شيء دارج. الجوجل أوثنتيكيتر للأسف اللي علي هلا هي ميزة أمنية، ولكن للأسف بتصير علي إنه ما فيه ميزة التزامن أو الباك أب، يعني غير ممكن نقل البيانات. إذا أنا منزل الأوثنتيكيتر آب على تليفوني ورابط الأوثنتيكيتر آب بالفيسبوك وتم انتشال تليفوني، صار من الصعب علي أوصل على فيسبوك دون تليفون منشور، لأنه ما فيني أرجع استرجع المفاتيح اللي أنا مزامنها مع الجوجل أوثنتيكيتر آب. المايكروسوفت مع أبل أوثنتيكيتر، في حدا عم بيسأل عن إذا أبل أوثنتيكيتر الموجود بالباسورد وليت آمن، أظن الكيتين يعني، ولا مش فاهمة؟ عفواً فهمت علي؟ لا تخربطت شوي بالسؤال، شو السؤال مرة تاني؟ في حدا سأل أبل أوثنتيكيتر الموجود بالباسورد وليت آمن؟ أنا بتوقع هنا سؤال على الكيتشين تبع أبل، لا؟ وهذا صار باسورد مانجر مش أوثنتيكيتر. في أبل أوثنتيكيتر؟ مش على علمي، بس كتير ممكن لأنه عم بيضيفوا عم بيضيفوا ميزات. بعرف أنه في ميزة بلت إن يعني اللي نسمون كود جنريتر أبس رسميا، بس بعرف أنه صار في ميزات، بس صراحة ما عندي خبرة فيها. من ناحية الأمن كلهم بيستندوا لنفس التقنية، الفرق هو بالميزات مش بدرجة الأمان. تمام، شكرا. أوكي. أنا شخصيا وأنا شوي بنفرد بهاي الشغلة، بنصح باستخدام المايكروسوفت أوثنتيكيتر، لأنه ممكن حيالله ما دول يكون حساب إيميل على مايكروسوفت، يعني ما دول يكون هوت ميل أو أوتلوك، حيالله إيميل أدرس حتى لو كان جيميل، ممكن نعمل منه مايكروسوفت أكاونت، وبس لنربط المايكروسوفت أكاونت بالمايكروسوفت أوثنتيكيتور بصير في باك أب لكل الخدمات اللي نحن نربطها بالمايكروسوفت أوثنتيكيتور آب. يعني أنا إذا هلأ منزل، مش إذا أنا هلأ منزل مايكروسوفت أوثنتيكيتور على تليفوني، ولما بدي فوت على الفيسبوك تبعي على جهاز جديد مجبور حط الكود، طلع الكود من التليفون وفوته بالفيسبوك. أنا هلأ إذا ضاع تليفوني أو انسرق تليفوني، ما علي غير أنه نزل للمايكروسوفت أوثنتيكيتور آب على تليفون جديد، أعطي المعلومات اللازمة وبيرجع بيعمل تزامن للمعلومات القديمة تبعيتي. الجوجل ما عنده هاي الميزة، الجوجل أوثنتيكيتور ما فيه هاي الميزة. يعني أنا إذا هلأ نزلت جوجل أوثنتيكيتور آب
على تليفون جديد بدي ارجع افوت على الفيسبوك، شيل الاوثنتيكيت القديم وضيف الجديد، ما في ميزة نائل، هاي هي المشكلة. اوكي. كمان زملائي اللي هن يعني بيتفقوا عليه أكتر هو كمان اوثنتيكيتر اب من شركة اسمها تويليو. الاوثنتيكيتر اسمه اوثي، شركة محترمة عندها ميزة المزامنة والباك اب، يعني فيها ولا تعتبر من عمالقة شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل. فجامعتنا بيحبوا ينصحوا فيها أكثر، ممكن تستخدموها. أنا ما عندي أي اعتراض إذا بتفضلوا تشتغلوا على تطبيق من أوسي. فيه ممكن بتزويده برقم هاتف وعنوان بريد إيميل، بصير يعمل مزامنة، وإذا طار التليفون ممكن نزله على جهاز تاني. تمام؟ أوكي. فهيدا مش هيدا الدليل اللي هون، مش حنمرق عليه شريحة شريحة، ولكن هلا الطيران موجود. اوكي، هيدا حيكون عند مروه، وهي بتلاقي طريقه تزودكم فيه. هيدا هيدا البرزنتيشن هو قصير، ولكن خطوه خطوه بفرجيكم كيف تفعلوا الـ2FA او المصادقه المتعدده العوامل على واتساب، على فيسبوك، وعلى انستغرام. ومنهم السهل تعرفوا انه كيف توصلوا تعملوا نفس الشيء على تيك توك وسناب شات وهيك. ولكن النقطة اللي بدي ركز عليها كتير اللي هي انه كتير ضروري تفعيل 2FA على واتساب. يعني بالتدريب العادي لما المتدربين يكونوا معي بالصف، ما بخلي حدا يطلع من الصف دون ما يفرجيني انه تم تثبيت الـ2FA على الواتساب. والسبب هون انه الواتساب ما فيه كلمة سر ورقم حساب. فيه انا لما بدي فعل الواتساب على تليفون جديد بيقول لي حط رقم الاسماس تبعك، حط رقم الاسماس، بيبعت اسماس دغري بيتفعل، فما في باسورد. فنحن بنقول انه هيدا عامل تاني، ولكن هو عامل واحد. وانا مثل ما حكيت انه بحالات كتير، وخصوصا بحالتكم، ممكن اصطياد الرسالة هي بطريقة لألكم. اوكي. فانا هيدا كل شيء من طرفي بخصوص المصادقة الثنائية كلمات المرور الآمنة. بدي أعطي مجال للأسئلة إذا في أي شيء. شكراً، شكراً كثير شهيكيب. أنا راح أبعث الرابط لهاي البرزنتيشن لكل اللي سجلوا وحضروا معنا، كمان مع المانيوالز قريباً جداً. يسلموا إيديك. بدي أستغل الوقت إسا وأسألك أكمل سؤال. بأول سؤال ما طلع هون، صار في حالات توجهت لنا لمركز حملة بشكل شخصي من صحفيين أو ممثلين أو خلينا نقول مشاهير، وجزء من هاي التوجهات كان له علاقة بالفيشنج، إنه ناس عاملة أكاونت مبينة زي إشي سيرفيس من فيسبوك أو فيسبوك سبورت، وتبعت رسائل للناس مع لينكات اللي هي ما لها علاقة بالفيسبوك بس بتشبهها. إذا ممكن بس تحكي بشكل كتير مختصر عن الفيشنج وعن علاقته كمان بالباسورد وبالمصادقة الثنائية اللي حكيت عنها إسانتي. عم بحاول بس هيك نغطي كل المواضيع اللي ممكن تمرق مع الناشطين بهاي الفترة، حتى لو ما طلعت بالأسئلة، هاي مواضيع
طلعت اليوم بشكل كبير بين الناشطين الفلسطينيين، وجزء منها وصل لمركز حملة. تماما. شكرا على السؤال مروة. في موضوع التصيد الاحتيالي، الفيشنج فيني نقول انه هي الطريقة الأكثر شرعا لقرصنة الحسابات، وبين قضايا الأمن الرقمي اللي بتجينا بتجي الأشخاص مثلي، يعني هو بيكون رائد دايما دايما دايما. فينا نقول 40 45% من الحالات بيكون خسارة الحساب عن طريق التصيد الاحتيالي. فيني نقول إنه عم يتقدموا خصوصا لما يكونوا جهات حكومية، المؤشرات اللي بنعتمد عليها للتعرف على إيميلات، على محاولات التصيد الاحتيالي، عم يتم التغلب عليها وعم يتم صيانة إيميلات بطريقة مهنية أكثر. يعني إذا بتطلعوا معي على الشاشة، هدول العوامل الخمسة يعتبروا مؤشرات. بيكون الإيميل جاي من مزود خدمة مجانية مثل جيميل أو ياهو ميل أو هوت ميل أو أوتلوك، اللي هو باسم شركة مايكروسوفت، طبعا شركة مايكروسوفت عندها، أو بيكون اسم النطاق. اسم النطاق هون مقصود دومين نيم. بيكون في خطأ، يعني مايكروسوفت بيتم اللعب على بدل مايكروسوفت اس بيشيلوا الاس بيحطوا سي، او بيشيلوا الاو بيحطوا صفر حتى الشخص ما ينتبه. يعني بالاخر الرسالة بتكون مكتوبة بشكل سيء، يعني بيكون فيها اخطاء لغوية أو إملائية واحد ما بيتوقعها من شركة ضخمة. أوكي. سمعت إنه الـ AI اليوم عم بتلغي هاي الأخطاء الإملائية وبتكتب رسائل فيشنج باحترافية شديدة، مزبوط؟ مزبوط. هلا بنرجع لهي النقطة قصديها. الرابط بيكون فيه مرفقات، أو سوري، الرسالة بيكون فيها مرفقات أو روابط مشبوهة، وهي أهم وحدة. الرسالة تخلق شعورا بالإلحاح، معكم 12 ساعة حتى تستجيبوا، ولا الحساب بطيروا كل ذكرياتكم. هيدا دائما مؤشر، حتى الآن بعده مؤشر جيد. هلا يعني معظم محاولات الفيشنج بتكون من جهات غير حكومية، وأوقات الأخطاء الإملائية واللغوية بتكون مقصودة للتفادي الأشخاص الأذكياء، ما بدهم يضيعوا وقتهم بشخص حيعرف، فبيعطوه إشارة من الأول. ولكن لما تكون جهة حكومية بتكون الرسالة مصانة بطريقة ذكية أكثر، ففي ضرورة نكون على حذر. أي شيء ممكن يجينا هلأ رسالة إنه تم اختراق الحساب، أو تم إعادة تكرير كلمة المرور، أو اللي هو كل شيء دغري يعني لازم نشك فيه، وأي شيء منا أكيدين منه نعتبره مزيف لوقت ما يطلع برهان بالعكس، مش نعتبره سليم لوقت ما نكتشف انه هو مزيف، ولكن العكس. في أسئلة، آسفة كمل، بس هو كان في أسئلة إلها علاقة بهاي الأشياء، إنه إذا أنا فتحت الرابط منى بتسأل إنه إيش بيصير، وكيف بدي كيف بنحاول، كيف نعرف إنه إحنا جهازنا أو تليفوننا أو أي جهاز نستخدمه هو نظيف بعدين. أو في كمان سؤال كان كيف بنعرف إذا جهازنا مهكر أو عليه تروجن،
فهو بالأساس كيف الناس بدها تعرف حالها إذا هي غلطت أو وقعت هاي الوقعة أو لا؟ اوكي يعني الهدف هو انه ما نكبس على اي رابط، ولكن اذا صارت اللي بيقولوا انه افضل شيء نتجه لخبير ونطلب مراجعه، ما ضروري يكون تليفون، ممكن يكون جهاز كمبيوتر. اوكي ولكن عند التشكك باي رساله ممكن التوجه لجهات مطلعه، ممكن توجه لحمله، ممكن اي خبير بالامن الرقمي، ونسال بلا ما نفوت بالفخ. نعم ممكن خلال الضغط على رابط، حتى لو ما كملنا، حتى لو بعد ما فتحت الصفحه انتبهنا انه في شيء خطا وما كملنا التفاعل وما ادخلنا معلومات خاصه، ممكن هاي الصفحه تكون نزلت شيء على الكمبيوتر تبعنا. بخصوص الجزء الثاني من السؤال انه كيف بنعرف انه ما نزل تروجن وهيك، هيدا سؤال بده ساعه لحاله، فبنشوف انه كيف ممكن نزودكم بمعلومات او نعمل جلسه خاصة بأمن الأجهزة أسبوع جاي 3 أو 4، اللي هو لأنه يعني من غير ممكن أحكي بشو ممكن نعمل دون ما أحكي بشو لازم نكون عملنا. أوكي شكي بيسلموا كتير، بس في كمان جزئية إذا ممكن نتطرق لها، هو تابع لسؤال سألته قبل شوي، كيف إحنا بنقدر نتأكد إنه جهازنا آمن كفاية عشان نحط عليه معلومات حساسة مثلاً زي معلومات البنك أو تفاصيل حسابات معينة؟ بدي أحكي لناس تانية ممكن يكون ملفات معينة، ملفات حساسة. بس خلينا نبلش من الإشي العام اللي كل الناس بتستعمله. كيف أنا بدي أعرف إنه حسابي أو جهازي آمن كفاية أحط أفتح عليه أبليكيشن البنك أو أحط عليه أرقام الكريدت كارد تبعوني أو تفاصيل اللي هي حساسة؟ تمام. عند الشك فورمات ونبلش عن جديد. انا اضطريت لشغلي، حكيت بموضوع انه طفوا دوروا جهاز، مش هفوت بالامور التقنيه، ولكن الجهات اللي بتطور برامج تنصت، يعني من اهم النقاط عندها هي انه هيدا البرنامج ما يترك ادله على جهاز، مشان هيك سهل التخلص منه عبر الريستارت. اوكي فهو البرنامج بيكون معمول بطريقه انه ما يضل بالذاكره الصلبه، ولكن يكون بس بالذاكره اللي تمها كل اعاده تدوير للتليفون. هذا كان مميزات بيجاسوس كمان وقت ما استخدموه. عم بقول انه بمجتمع الامن الرقمي كنا قاعدين عم نضحك ونبكي بنفس الوقت، انه انا هلا بدي اقعد مع زبونات وعدلهم النكته تبع الامن الرقمي ضويه ورجع دوره. اما الاتجاه للمستقبل، إذا في عنا أي شك إنه جهاز اللي عم نستخدمه غير آمن، الشيء الوحيد اللي ممكن أنصح فيه هو نسخ البيانات اللي عايزينها، مسح الهاتف factory reset، إعادة التطبيقات وإعادة البيانات. وطبعاً التطبيقات لازم تكون نزلة من المتاجر المشروعة اللي هي الجوجل بلاي ولا الأبل ستور، وإذا في أي سبب أنه ما فينا نوصل بسبب عقوبات أو أو يعني اللي عم يستخدم جهاز واوي، كمان ممكن نستند لمنظمات أو لخبراء نطلب منهم المساعدة. رجاء عدم تنزيل واتساب بلس أو
سيجنال اكسترا او بروتون شي، هدول كلها تطبيقات مزيفة، ويعني في كتير كتير سهل. في شيء اسمه تول كيت، يعني ممكن أي طرف ينزله ويعمل نسخة خاصة من الواتساب لحاله. يعني بسوريا مر علينا واتساب ياسمين، واتساب دمشق، واتساب حلب الشهباء، واتساب بلس، واتساب الترا بلس. كل هيدي كانت تطبيقات نسخات مضروبة من الواتساب، الهدف منها هو التغلب على التشفير من طرف إلى طرف. ما في سكيب، يسلموا كتير كتير لإلك. رح أكمل أنا مع الأسئلة تبعت المشاركين ومع المتحدث الثالث والأخير تبعنا اليوم. بدعيكم أنكم تسألوا أسئلة بالتحديد، أنا مش ناسي ولا أي سؤال حتى من قبل، رح نتطرق لإلهم كلياتهم. يعطيك العافية شكيب، ومرحبا ضياء، يا أهلا، مساء الخير، تحيات يعطيك للجميع. العافية. الله يعافيك يا هلا. بما انك برا البلاد هيك، وقبل ما نبلش نحكي عن المواضيع اللي لازم تحكي عنها اليوم، ضياء بالاساس رح يحكي من ضمن مواضيع تانية عن كيف نتحكم بجهازنا عن بعد، بتليفوننا عن بعد، اذا كنا بحاجة حذف محتوى او اي شيء تاني وهو الجهاز مش معانا. بس في سؤال كان عندنا من امال قبل، هو عن مثلا الناس برا البلاد ومعاهم سيم كارد ورقم من خارج البلاد، هل هم معرضين للمراقبة؟ يعني هذا السؤال في له عدة جوانب، للإجابة منهم ان ال بي شو حكى أحمد قبل، الجوريثمات وكمان خصائص ثانية تتعلق في الأمان الرقمي، إذا بتحب تجاوب عليه قبل ما نبلش. شكرا. أوكي، صراحة من ناحية إنه متابعة لأشخاص يعني فلسطينية في أوروبا، يعني تحديدا مش معروف لحد الآن، لأنه حسب توجهات الحكومات هي اللي بتسن قوانين التشريعية اللي تندرج لحماية المستخدم في أوروبا بالضبط، لأنه هون مطبقين قانون الجي دي ار بي اللي بيضمن حماية البيانات بغض النظر عن موضوع إيش المحتوى اللي بتنشره أو حسب شو بيجي تعليمات من الاتحاد الأوروبي. بس من ناحية إنه ملاحقة أشخاص فلسطينيين أو محتوى الفلسطيني في أوروبا، طبعا بنعمل عليه ريستريكشن كمان كثير حسب توجه كل دول، يعني تحديدا مش على الاتحاد الأوروبي عامة، يعني بشكل مختصر. يسلموا ضياء. في عندنا كمان سؤال من أحمد كتبه على الشات، وأنا شفت إنك أنت مجاوب عليه بالـ Q&A. السؤال بيتعلق بالمحتوى الفلسطيني في كندا، كمان إذا ممكن تجاوب عليه للجميع لأنه السؤال عم بتكرر. تمام. هلا المحتوى الفلسطيني في كندا، اي محتوى فلسطيني بينتشر له علاقه بكندا لصفحات اخباريه مثل شبكه قدس، مثل كثير صفحات يعني بتوصل صوتنا، محظورين نهائيا يعني في كندا. ما في حد بيقدر يشوف محتوى البيج مثلا تبع شبكه قدس، يعني صاحب اكد لي هذا الموضوع عنده. فعشان نقدر نوصل ل هاي البيجز، فيسبوك بيج والانستغرام اكاونتس، راح نضطر نستخدم في بي ان انه نروح على دول ثانية عشان نقدر نوصل للمحتوى. يسلموا. بس لحظة قبل ما ننقل على الموضوع، هاني جاوبنا على سؤالك الأول، بخصوص سؤالك الثاني مش عارف إذا أنت ما بلشت معانا من الأول، بس كمان انحكى عن خطورة المصادقة الثنائية من خلال شبكات الاتصالات. أو نعم، إحنا نصحنا، شكيب نصح باستخدام تطبيقات أونلاين او سكيورتي كي من التطبيقات الاونلاين هي 2FA، وراح نبعث لك اياها مع باقي المشاركين في الامرجنسي مانيوال بعد الجلسه. ضياء، في عندنا كمان سؤال وفكر من خلاله احنا بنقدر نبلش في القسم اللي انت حابب تحكي عنه.
وهو هل الفورمات للجهاز بيضمن انه ينظفه من اي مخاطر او مانورز؟ هذا كان سؤال عندنا بالكيو اند اي، وخلينا نبلش نحكي هون عن تنظيف الاجهزه والتحكم فيها عن بعد او كمان مش عن بعد. تمام. هلا بالنسبة للبيانات، البيانات يعني هي أهم نقطة ممكن يتم عن طريقها استغلال الوضع، وحسب يعني يعني أي بيانات موجودة في التليفون ممكن يتم استغلالها عن طريق كثير أمور ما بنقدر نتصورها. يعني هلا اللي حكوه الشباب، الفيتشر اللي حكوه الشباب كثير كثير جدا مهم تكون فعالة في كل الحسابات في كل الأماكن، لأنه تقريبا تتجنب الريسك للوصول للبيانات الغير مصرح به تقريبا 90% لدرجة أعلى شوي، عشان ما نضطر نوصل لمرحلة نهائية إنه نعمل اوتو وايب للجهاز بمجرد انه في اكسترنال اكتور يعني دخل باسورد اكثر من 10 مرات خطأ، السيستم راح يضطر يحذف او يعمل فاكتور ريسيت للديفايس ويحذف كل شيء عليه، بس يعني عن طريق الكلاود سينكرونايزيشن للاكونتات مثل ابل اي كلاود وجوجل كلاود، يعني عن طريقهم بتكون مسموح توصل لهم. يعني بالنهايه نهايه تكون انه الباك اب يكون لهاي الداتا تكون لها باك اب على الكلاود، وكمان الكلاود مع تفعيل التو فاكتور اوثنتيكيشن بيكون يعني ضمان اكثر للموضوع. هلا من نواحي تفعيل الحذف التلقائي بمجرد انه ندخل باسورد اكثر من 10 مرات خطأ، في خاصية في الايفون في الاي او اس تحديدا يعني تسمح تفعل هاي الخاصية انه عشان to erase all data in iPhone او الاندرويد يعني، وكمان نفس الخاصية موجودة في التليفونات بالجالاكسي تحديدا، بس في الاندرويد يعني في امكانيه عن طريق استخدام اللي هو اندرويد ديفايس مانجر، راح نشير هاي الداتا معكم كمان عشان تكون يعني اخر نقطه نقدر نوصلها لحمايه بياناتنا بالتحديد. هو بالنهايه يعني أكثر إشي ممكن يعني يتم استغلاله إنه وصول هاي البيانات يتم استغلالها عن طريق شغلات يعني لا تحديداً يعني مصالح داخلية من الاحتلال أو أشياء زي هيك. هلأ راح نشير التفاصيل بالضبط يعني كيف تفعله خاصية الحذف التلقائي بمجرد إنه دخل باسورد للوك سكرين أكثر من 10 مرات أو أكثر من 20 مرة عشان يحذف أوتوماتيكلي، يعني نتجنب الوصول للبيانات اللي موجودة على الهاتف، فكمان نخفف الريسك من الوصول للسوشيال ميديا أكاونتس يعني موجودة على ديفايسك. وكمان مهم في هاي الناحية إنه نحط باسورد كومبلكس للكفل للجوال، انه ما نستخدم البايومتريك اوثنتيكيشن سيستم عن طريق الفيس اي دي او عن طريق البصمه، يعني انه نتجنب هذا لانه صارت حالات اعتقال في القدس يعني ومسك الشاب وفتح جواله عن طريق الفيس اي دي تبعه. صحيح، يعني مع إنه البصمة أسهل إشي فيهن، بس كمان يعني صحيح ممكن يصير فيه هيك إشي. طيب، انتظار تشارك معنا لكان. بالنسبة إلي تمام هيك، وإذا في حد عنده أي استفسار يعني نتطرق للأسئلة حاليا. كمان إحنا مكملين مع الأسئلة.
في سؤال بدي أسأله لأحمد. أحمد، بما إنه هيك عندك شوي خلفية عن الموضوع، تقدر تحكي لنا شو هي أفضل الممارسات في حال صار تهكير بيج على الفيسبوك أو على أي منصة تواصل اجتماعي؟ إيش لازم يعملوا بس يتم الاختراق منه؟ يعني أول خطوة لما يتم اختراق الشخص البيج بده يحاول يسترجع، إذا انتبه له على طول ولساته الكونتاكت انفورميشن تاعته موجودة يحاول يسترجعها على طول قدر الإمكان قبل ما يتم حذف هذه الكونتاكت انفورميشن الأصلية له واستبدالها بأخرى. ثاني خطوة لازم يبلغ اللي عنده، تمام، لأنه ممكن يكون في حلقة سلسلة اختراقات بتستخدم، يعني بخترق فرد بخترق من خلاله أفراد تانيين، فعشان يكون الكل حذر وما ينعمل لهم فيشنج. على بحالة أنه تم تغيير الباسورد والإيميل أو التليفون وحذف الجد، بده يضطر يقدم يقدم يدخل من نفس الجهاز اللي كان يدخل عليه من قبل، ويقدم يعبي فورم للفيسبوك ويبعث الاي دي تاعونه من هذا المجال. بس ضروري هي الفكرة انه اقدر قدر الامكان قديش انا سرعتي بالاستجابة لهذا الموضوع، وعشان ما نوصل لهذه المرحلة مثل ما حكى شكيب ومثل ما حكى ضياء ضروري يكون عندي المالتي فاكتور اوثنتيكيشن او التو فاكتور اوثنتيكيشن فعالي على طول، مشان بأي حال من الأحوال انعرفت الباسورد تبعي حدا بشكل أو آخر أنا أكون ضامن أنه الفيسبوك تبعي ما حدا يقدر يدخله غيري أو السوشيال ميديا بشكل عام. صحيح، يسلموا أحمد. ضياء، بدي أسألك، أرجع لك وأسألك، بما إنه الحكي كثير هون عن الجيب، حكى عن الباسوردات وبعدين عن الأوثنتيكيشن أبس، وأحمد رجع ذكر خصائص الباسوردات. إذا ممكن تحكي لنا كيف ممكن الناس تستعمل باسورد كومبلكس ولأكثر من حساب، وكيف الناس ممكن عن جد تقدر تختار باسوردات معقدة لحساباتها وتحفظهم؟ إذا بتنصح في باسورد مانجر معين أو بطرق أخرى لإدارة كلمات السر هاي، بحيث إنه الناس تقدر تأمن حالها بأنجع طريقة ممكنة، خلينا نقول. ضياء، آسف كنت أحكي بس كان ميوت. انت ميوت، نعم. هلا بالنسبة لموضوع الباسورد مانجر، هي يعني تولز كثير مهمة في حياتنا، يعني كناس مختصين في مجال الأمن السبراني، لأنه بنخزن تقريبا يعني معظم الباسوردات الكومبلكس عليها. لأنه الباسورد مانجر فيه خاصية يقدر يعمل أوتو جنريت للباسورد، يعني أنت ممكن نتحكم بالضبط إيش محتوى وقديش طول، ايش محتوى الباسورد، انه هو ارقام كابيتال لتر سمول لتر، انه يكون كمان انكلود يعني الرموز كمان تشفيرية في الموضوع، انه تفكير بطريقة ما إلها علاقة في الداتا الشخصية لك، يعني لأنه في إشي بالمجال الأمن السبراني السوشيال إنجينيرينج، هو بس يلم معلومات عنك راح يستغل هاي المعلومات إنه يقدر يفكر في إيش ممكن في باسورد محتمل أنت تقدر تحطه، وفي يعني حالات اختراق صارت هذا الموضوع. كمان شغلة ثانية، إنه الباسورد مانجر هو عبارة عن داتابيس بتخزن فيه بالضبط كل كومبلكس باسورد لكل اكونتس، وكمان بتكون مشفرة في انكريبتد كي مع ماستر باسورد لهاي الداتابيس او حافظة الباسوردات. فمكان وين ما يكون مكان الباسوردات مخزن بطريقة مشفرة وآمنة بكون اكثر واصعب لاي استغلال ممكن يصير.
بهاي الطريقة إحنا بكون بحاجة نحفظ بس باسورد واحد هو أو كلمة السر الماستر تبعت كي. صحيح ماستر كي أو كلمة السر تبعت الباسورد مانجر، صحيح أكيد مش لازم نكتبها على اللابتوب. ماشي، شكرا شكرا كثير ضياء. بالمناسبة الباسورد مانجر كمان لينك له ولكيفية تنزيله راح يوصلكم من ضمن الأشياء الثانية اللي راح نبعثها. هلأ في عندي سؤال من مريم راح أوجهه للجميع، وسؤال له علاقة بالذكاء الاصطناعي والاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي من طرف بعض الأشخاص. السؤال هو: هل يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول للبيانات الشخصية أو انتحال الشخصية عبر استنساخ لحسابات التواصل الاجتماعي؟ مين بحب يجاوب عليها؟ شكيب؟ ايه مرحبا. تفضل. ايه يعني تحديدا السؤال بهد الجواب لا. اذا سؤال من حدا ملياردير في شركة عم تعمل نظام بينضبط بحسابات التواصل الاجتماعي وبيراقب كيف الشخص بيكتب حتى بعد ما يموت يكمل عنه، بس انه هيدي شيء هلا هدول الامور فانتازات مش واقعيه. فانه استخدام الذكاء الاصطناعي ليستغل شخصيه شخص معين، جواب لا، ولكن عم بيتم استغلال الذكاء الاصطناعي للتوفير على اليد العاملة. يعني بدل ما أوظف 500 بني آدم بمولدوفا أدفع لك 500 واحد منهم 500 يورو بالشهر حتى يحضوا على فلسطين، بجيب كمبيوتر ب 2000 دولار وبفلته. هيك عم بيصير. وطبعا عم بيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لصيانة رسائل احتيال، تصيد احتيالي وهيك. صحيح، نعم، يسلم. كمان سؤال على الباسورد جنريتر، الباسورد الجنريتر بالآيفون، هل بتنصحوا فيه؟ احنا بنستخدم كي باس، بس مين بيقدر يحكي لنا أكثر عن الباسورد جنريتر بالآيفون؟ ايه بس ضروري تعديل الخصوصيات ل يكون بالقليل 16 حرف. أوكي، وهو بالديفولت تبعه مش 16 حرف؟ كان 12، ما بعرف وين هلا. أوكي، تمام، شكراً شكراً. أنا هيك بفكر إنه غطينا كل الأسئلة اللي مرقت معنا وأغلب المواضيع الحارقة والمهمة اللي نحكي عنها اليوم. باقي المواضيع إذا بتحبوا بتقدروا تتواصلوا معنا على حملة بشكل مباشر أو من خلال منصة حر، إذا شفتوا أي انتهاك أو إذا تعرضت حساباتكم لاختراق أو لتقييدات معينة. إذا ما حدا بحب يسأل كمان سؤال فإحنا رح ننهي ورح نبعث المواد للجميع خلال يومين، بس نجهزها، نبعث لكم أكثر من ملف فيها كيف ننشر بحالات الطوارئ وكيف نحافظ على حالنا وعلى حساباتنا آمنين وسالمين، وإن شاء الله يا رب تضلكم سالمين أنتوا وعائلاتكم وأحبابكم. شكراً للجميع، يعطيكم العافية متحدثينا. ويسعد مساكم. أسعد مساك مروة، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. يسعد مساكم، يعطيكم العافية، مع السلامة. يسعد مساكم، شكرا كثير مروة.